يتربع فوق الوادي. إنه منحدر يوستيدالسبرين، يبلغ سمكه 500 متر، يضمن العديد من سكان الوادي دخلهم من السياحة الجليدية، ومن بينهم السويسرية هايدي تسيمامان التي تنظم جولات وتجلب كل عام نحو 10,000 سائح. وقبل التسلق لابد من ضمان إجراءات السلامة. السلامة هي في غاية الأهمية. سأتحقق مرة أخرى من كل شيء، ولكن بعد ربط الجميع بالحبل. تعتبر تسيمامان ثاني امرأة في سويسرا حصلت على رخصة السياحة الجبلية من خلال تأهيل استغرق 4 أعوام. إنها واحدة من نساء قليلات على الصعيد العالمي في هذا المجال. كل جولة من جولاتها مغامرة في حد ذاتها. تتغير الظروف في الجبل الجليدي كل يوم، حيث يظهر بشكل مختلف في الأسبوع الواحد. إن إيجاد طريق جديد يعتبر تحدياً. تسلق أول السائحين يوستيدالسبرين قبل 130 عاماً، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على إجراءات السلامة. يربط متسلقو مجموعة ما في حبل واحد. التسلق عند سفح الجبل سهل نسبياً. وبعد 3 ساعات من المشي تصارع المجموعة في المناطق العالية. مغامرة صعبة جداً. تبدأ الصعوبة من هنا بالنسبة إلى المبتدئين، حيث توجد تشققات عميقة وأبراج جليدية عالية، لذلك هناك حاجة إلى فأسين. هناك تصدعات عميقة وبعضها ثقوب سوداء، بحيث يحتاج الإنسان إلى تقنية جيدة. نزول إلى 40 متراً عبر تصدعات عميقة. تبلغ تكاليف جولة واحدة نحو 40 يورو للشخص الواحد. تنتهي الجولة بعد 5 ساعات عند هذا الشلال الذي يبلغ فيه تدفق المياه باتجاه الوادي 10,000 متر مكعب في الثانية. إن الجليد أزرق جميل ويغري الناس، ولكن إذا تفتت النهر الجليدي وذاب تحدث موجة مد هائلة تجر الناس معها. لهذا أعتبر هذا المكان الجزء الأخطر في كل المنحدرات الجليدية. تلتقي هايدي تسيمامان بسائحين يسيرون على الجليد بلا مرشد ويخاطرون بحياتهم من أجل التقاط صور لهم على الجبال. عندما تنتهي من عملها اليومي وينزل جميع السياح إلى السهل، تذهب هايدي تسيمامان مرة أخرى مع كلابها إلى الجبال، فهي تفضل قضاء وقت فراغها في الجبال أيضاً. هناك فرق بين أن يتحمل الإنسان مسؤولية الآخرين وأن يكون متسلقاً للجبال بنفسه، إذ لا يضطر إلى التكيف مع الآخرين ويمكنه اختيار زملائه بنفسه. لذا تكون هذه الجولات أصعب من الجولات مع السياح، إذ أن أفضل أوقاتي تكون في الجبال. لا غرابة إذن أن تغرم هايدي تسيمامان بجبل يوستيدالسبرين